لو كان لطفي المرايح اليوم رئيس الجمهورية والاتحاد الشعبي الجمهوري في الحكم، رئيس الجمهورية راني ترت بها تيران البلاد، ترت بها تيران، تيران صدقني راني ترت بها تيران، راني راهو الناس شافت وجه ربي عندها قداش نطير بها. تعرف شو معناها نطير بها؟ المشكل هو راهو الموضوع موضوع نتاع خيال. توا عبيد تسمعني نتكلم على قيس سعيد يسخيل كان عندي مشكل وانا عندي حسره لاني ما كنتش رئيس جمهورية. ابدا ابدا اخي تختو تترشح قداش من واحد يا اخي يلزم تجي عندك انت معناها كنت انسان مريض معناها فهمت؟ لا لا ابدا احنا اللي هات بلادنا تمشي لاباس ونعيشوا في بلاد اللي ما قادوش، وانما يعني المجال للتدخل رئيس الجمهوريه مجال كبير ياسر، مجال كبير ياسر راهو معناها راني نظمت الدنيا وراني واضحه ورا مبادرات وراهو هذه موضوع استقلية البنك المركزي. انا من الاول قلت له من بعد اسبوع ولا اسبوعين بعد يا سيد الرئيس دخل وعمل استقلية البنك المركزي، راه مش معقول اللي صاير. راهو ما ثماش قبيله مثلا باش نجاوبوا على حكايه استقلية البنك المركزي في 10 ثواني الوقت انتهى تقريبا، تفضل. استقلالية البنك المركزي راهو الفكره اللي قاعدين يقولوا فيها للناس ومع الاسف نلقاها كما هوني في البلاتو انه لو كان البنك المركزي يضخ اموال اكثر يصير تضخم مالي. ابدا ابدا هذه راهي فكره غلطه. راهو باش يصير تضخم مالي يلزم زوج شروط اخرين، يلزم يكون الاقتصاد نتاعك يشتغل في اقصى قدراته. لو بلان معناها الماشين ايكونوميك كي تورن ابلان روندمون، هذا مش ماهوش في صوره الحال. ويكون لازم يكون عندك مستوى التشغيل اقصى درجاته، واحنا مستوى البطاله اقصى درجاتها. فالتدخل المالي بعاد عليه ياسر.